دستور استثنائي في ظروف غير عادية وخلال فترة حاسمة من تاريخ البلاد. بهذه الكلمات يمكن توصيف أول دستور للبلاد بكل ما حمله من معاني ورافقه من ظروف. رجال عددهم 60 أتوا من الأقاليم الثلاثة التي كانت تكون ليبيا آنذاك، هي برقة وطرابلس وفزان بالتساوي. أخذوا على عاتقهم كتابة التاريخ وصياغة وثيقة قانونية لوجه ليبيا الحديث. 187 اجتماعا عقدته لجنتا الدستور والعمل المنبثقتان عن الجمعية الوطنية خلال 25 شهرا في سباق مع الزمن لتجهيز الدستور قبل إعلان الاستقلال في 24 من شهر ديسمبر عام 51. وبعد الاطلاع على دساتير العديد من الدول الفيدرالية والاسترشاد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تم استمزاج هذه المعرفة لتكوين الدستور. مبادئ ومواد ميزت الدستور، فالفصل الثاني منه والمعنون بحقوق الناس في الوطن استبدل كلمة المواطن بالناس لبيان حقوق المواطنين وغيرهم داخل ليبيا. كما نص الدستور على أن ليبيا دولة ديمقراطية فيدرالية ذات سيادة، شكل الحكم فيها ملكي دستوري. ونصت المادة الخامسة من الدستور على أن دين الدولة هو الإسلام، وأن السيادة منوطة بالأمة، وأن الأمة هي مصدر السلطات بحسب المادة 40. كما نص الدستور على تشكيل مجلسين تمثيليين هما الشيوخ والنواب، يعين الملك نصف عدد الأول، فيما تختار مجالس الولايات النصف الآخر، ويتم اختيار أعضاء مجلس النواب من قبل الشعب.